رأفة، عايزين رحمة، عايزين الأم اللي عندها رحمة بولادها، مش بتقسو على ولادها. احنا اتربينا والله الحمد لله، والله جزا الله أمهاتنا عنا خير الجزاء، اتربينا كنا أطفال وبنتدلع. ايه ده مش واكل عمرنا، انا والله عمري ما سمعت مثلا امي قالت لي طب اضرب راسك في الحيط، عمري. اللي يغضب ما ياكلش، عمري ما. طب معلش يا حبيبي، طب كل ده حلو، ده نعمه ربنا، حرام ما ينفعش، عشان اصل انت لازم تاكل، اصل لو نمت من غير اكل ممكن الملائكه تزعل منك. كلام جميل كده. النهارده انت ممكن تلاقي ام، طب والله ما انا حاطه له ياكل، يعني ازاي؟ وهل هل هل الطفل لو غضب ولا اخطا، الخطا يعالج بخطا؟ ها انا يمكن البعض يزعل مني، بس انا عايزين هدوء في بيوتنا، عايزين هدوء في بيوتنا. كتير من الازواج بيكلمني انه بيقول لك انا موتي وسمي الصوت العالي، بتعلي صوتها في البيت. معلش يا عم عيالك مغلبينها، اقول تكلمهم بالراحه. طب يا ستي بالراحه بالراحه. يا بص يا مولانا، انت ما تعرفش العيال بيعملوا ايه. انا عارف العيال بيعملوا ايه، العيال بيخرجوا اي انسان عن شعوره. معلش لازم نتحمل، لازم نهدى شويه الهدوء. اهالينا كانوا اجدع مننا، يعني ما شاء الله، يعني رحم الله من مات وحفظ الله من بقي.